مشاهدينا، نعود إلى السنة في نشرتنا، حيث في اتهام جديد بشأن التسلع عبر البحر الأسود، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إن أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو استخدموا ممر الحبوب لأغراض عسكرية. وفي السياق، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية نفذت محاولة هجوم على سفينة في اسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام زورقين مسيرين. في المقابل، شهدت كييف هجمات بالمسيرات الروسية، وجاء تحذير أوكراني جديد بشأن الهجمات شملت 8 مقاطعات في البلاد عقب توعد روسيا بإجراءات انتقامية ردا على استهداف الهجمات الأوكرانية موسكو. جدد البيت الأبيض التذكير بأن الولايات المتحدة لا تدعم أي هجمات تستهدف الأراضي الروسية. We have been clear, as you asked me about the Ukrainian drone strikes and what we make of this. And so, look, on the drone strikes in Moscow, we've been clear that as a general matter, we do not support attacks inside of Russia. But we also have been very clear that Crimea is indeed Ukraine.